فأما والله بالنسبة لقضية الجوازات، دوائر الجوازات أنا قبل 14 طلعت من جوازات مال 52 ناس دار يعني تلقاك بالصلاوات، يعني دار التزام موجود، دار مكان استراحة للمواطنين موجود، وإجراءات سلسة تكمل معاملة وتكمل صك وتقدم والأمور سلسة، يعطونك موعد تجي تستلم الجواز، يعني كل الأمور تمام. يعني دار أكو دوائر تقدر تشيد بها وأكو دوائر لا تقدر تقدمها وتقول إنه ماكو عمل. طيب يعني كل الامور تمام، كل الآلة. انا احكي لك على مراجعتي الدارة 52، انا ما احكي لك على وزارة كاملة. افتهم موضوعك محمد، عندك فد ملاحظة معينة او ايش تتمنى انه يكون يضاف على هاي الخدمة اللي حضرتك ذكرتها؟ والله ما يضاف خدمة، بس انت من ساعة قبل شوية قلت انه قيمة الجواز العراقي بالدول، هاي قيمة الجواز العراقي تعتمد وزارة الخارجية بالنسبة لرعاياها ومواطنينها راح يسافرون لهاي الدول واحتماته وشنو التعامل هذا الموجود.